السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو مش ده الفيديو اللي كان المفروض ينزل النهاردة، بس يعني الفيديو ده أهم شوية. كلنا عارفين برنامج فوتوشوب اللي عاملاه شركة اسمها أدوب. البرنامج ده معروف من زمان قوي عند كل الناس إن هو أقدم وأشهر برنامج تعديل صور في العالم. كان طلع زمان قوي إشاعة على فوتوشوب إن أنت تقدر تشيل وش حد تحطه على جسم أي حد تاني أو العكس. طبعا الإشاعة دي فضلت موجودة لفترة طويلة وانشهرت جدا وانتشرت جدا. وطبعا كلنا عارفين إن أدوبي فوتوشوب برنامج يعني يقدر يعمل كل حاجة تقريبا. طبعا ناس كتير نوهت على الموضوع ده، فوجب إن إحنا كمان ننوه بما إن إحنا في المجال وعارفين. طبعا كلنا عارفين إن اللي بيشتغل على فوتوشوب ده تقريبا بيبقى قادر إن هو يعمل يعني نقدر نقول اي حاجه في الصور وعايز يعني. يعني من الاخر برنامج فوتوشوب برنامج تقريبا ملوش حدود. دلوقتي لما شركه زي ادوبي تقرر ان هي تدمج برنامج فوتوشوب مع الذكاء الاصطناعي، كلنا دلوقتي سامعين الاشاعات بتطلع على الذكاء الاصطناعي وان اللي قادر يستعمل الذكاء الاصطناعي تقريبا قادر يعمل اي حاجه. فلما تدمج برنامج بيقدر يعمل اي حاجه تقريبا بالذكاء الاصطناعي اللي هو يقدر يعمل لك اي حاجه انت عايزها، النتيجه ممكن تطلع عظمه بس برضه ممكن تبقى كارثه. اللقطات اللي احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي دي كارثه في حد ذاتها. زمان كان لازم اللي بيعمل صوره لشخص معين او انه يجيب وش حد يحطه تقنيه اسمها الديب فيك. دلوقتي الموضوع بقى اسهل من كده كتير، اسهل من انك تحدد الوش وتاخد الوش تحطه على جسم وتختار الجسم اللي هيليق على الوش ده بتقنيه معينه. لا، حاليا فوتوشوب ما بقاش محتاج الكلام ده كله. دمج فوتوشوب مع الذكاء الاصطناعي بقى بتكت زرار. بقى في تقنيه دلوقتي اسمها جنريتد فيل، دي تقدر تعمل لك حرفيا تضيف لك اي حاجه في الصوره انت عايزها، تغير اللبس لو حد لابس حجاب زي ما انت شفت كده. ايه المقصود من الفيديو اللي احنا بنسجله او الكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي؟ يعني عايزين ناخد بالنا كويس قوي ان الوضع ده مش امان، واخواتنا اللي بيرفعوا صورهم على انستجرام وفيسبوك الكلام ده خدوا بالكم. مش هنمنع بس احنا بنقول يعني خد بالك. يعني انت لو ما انتش سوشيال ميديا سيليبرتي او بلوجر او انفلونسر او اكل عيشك في ده، خد بالك ضيق قوي الدايره اللي موجوده عندك على الانستجرام والناس اللي قريبه منك. ما تدخلش اي حد الدايره بتاعتك. خد بالك من نفسك، خد بالك من بيتك، خد بالك من اولادك، خد بالك من عيلتك، وسيبها على الله لحد ما شركه ادوبي تعمل حاجة بخصوص الموضوع ده، حاجة او ليميت او نظام معين استخدام الاي اي في فوتوشوب. فناخد خليكم بامان. سلام.